بسم الله الرحمن الرحيم. الرجل النحيف والرجل السمين. مشى رجل نحيف ورجل سمين في غابة أغصانها متشابكة، فقال الرجل السمين للرجل النحيف: الجو هادئ والغابة مليئة بالأشجار، فماذا تفعل إذا قابلنا حيوان مفترس؟ فقال الرجل النحيف: لا تخف يا صديقي، فالصديق يساعد صديقه، وإذا قابلنا حيوان مفترس فسأساعدك ولا تخف. فالهلاك في الخوف، وفي الشجاعة النجاة، والحيلة فوق القوة. وفجأة ظهر أمامهما دب، فقال الرجل السمين: انظر يا صديقي، بين الأشجار دب، فأين المفر؟ جرى الرجل النحيف وتسلق شجرة عالية، ولما اقترب الدب من الرجل السمين ارتمى على الأرض وتظاهر بالموت، فوضع الدب فمه على وجهه فلم يتحرك، ثم وضع فمه على أذنه فلم يتحرك، فنظر الدب إلى أعلى وقال في نفسه: على الشجرة رجل، فكيف الوصول إليه؟ ولما انصرف الدب نزل الرجل النحيف من الشجرة وقال لصديقه السمين: حمدا لله على سلامتك، ماذا قال لك الدب حينما وضع فمه على أذنك؟ فقال الرجل السمين: قال للدب: لا تصادق من يخذلك ويفر منك وقت الشدة.